هل هذا النمو سيكون على حساب موازنات تلك الدول؟ عندما نتحدث عن الدول المصدرة في المنطقة وتحديدا دول الخليج، نتوقع لمعدل النمو هذا العام أن يكون 3.5%، وهو قريب من العام الماضي. لكن هناك فرق كبير بين العام الماضي والعام الحالي. ففي العام الماضي هذا النمو كان ممولا من خلال تدفق الإيرادات القادمة من النفط، أما أسعار النفط فقد تراجعت إلى النصف، وبالتالي هذه الدول تلجأ إلى الموارد التي لديها والتي ادخرتها عبر السنوات لتمويل الإنفاق المتواصل والنمو. لكن ذلك يعني بأن موازناتها سوف تمر بحالة عجز ب 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ سنوات، وهذا يعني أنه بالنسبة للإيرادات من الصادرات في المنطقة برمتها 380 مليار دولار أقل مما كنا نتوقع قبل عام. إذن النمو يحافظ عليه، لكنه يحافظ عليه من خلال الاعتماد على المدخرات عوضا عن إيرادات النفط. لديكم توقعات تشير بأن تبقى معدلات النفط منخفضة يعني خلال الفترة المقبلة. أولا لماذا؟ وثانيا عند أي مستويات تتوقعون أن تبقى؟ التوقع بأسعار النفط هو أمر يجب أن نتردد عن القيام به، لأن لا أحد يستطيع أن يتكهن إلى أين سوف تذهب أسعار النفط. ولكن إذا نظرنا إلى أسواق العقود الآجلة، أي من يريدون شراء النفط بعد 4 سنوات أو يبيعون النفط، يجتمعون ويحاولون أن ينظروا إلى توافقهم. هذا التوافق يقول بأن أسعار النفط سوف ترتفع عن المستويات الحالية، لكن بشكل تدريجي إلى ما بين 70 و80 دولارا لحلول 2020. وهذا يعني بأنه لدينا بعض التحسن، لكن هذه ليست الأسعار التي رأيناها قبل 2014. سيد مسعود، بالفعل يعني من الصعب ربما تنبؤ أو توقع أسعار النفط اليوم، كما ذكرت بأن معظم هذه الدول المصدرة للنفط تعتمد على الاحتياطات لديها. إلى أي مدى من الممكن أن تستمر في الاعتماد عليها بحال استمرت أسعار النفط عند هذه المستويات؟ هم لديهم الموارد المالية ولديهم القدرة على الاقتراض، وبالتالي يمكنهم أن يواصلوا ذلك لعدد من السنوات. لكن نصيحتنا هي أنه من الأفضل الآن البدء بالتدريج بتعديل الإنفاق إلى الوقائع الجديدة القائمة على أسعار نفط قليلة. لا يجب القيام بهذا الأمر بشكل عاجل، وإنما يجب أن يكون هذا الأمر تدريجي من أجل تقليل خطط الإنفاق، بحيث يكونون أكثر توافقا مع وقائع سعر النفط عند 70 و80 دولارا للبرميل وليس أعلى. اليوم كل الدول في المنطقة التي تصدر النفط باستثناء الكويت وقطر هي لديها عجز في الموازنة، ونعتقد أن هذا الأمر ممكن لسنة أو سنتين، لكن لا يجب أن يستمر لسنوات طويلة، أي أن يكون هناك عجز لسنوات طويلة في الموازنة. ماذا عن مستويات الثقة والتي تكون قد تأثرت كثيرا بالصراعات الحادثة أو التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط؟ النزاعات الدائرة في الشرق الأوسط، ولنأخذ على سبيل المثال ما يحصل في العراق وسوريا وليبيا وفي الآونة الأخيرة في اليمن، هذا الأمر يؤثر أولا وقبل كل شيء على الجانب الإنساني، أي على الناس الذين يعيشون في هذه البلدان. هذه هي مشكلة كبيرة يجب أن نعترف بها. هناك مشكلة اقتصادية، لكن التكلفة الحقيقية هي في التكلفة البشرية. هناك تكلفة اقتصادية على هذه البلدان وعلى جيرانها. على سبيل المثال لبنان والأردن هما بلدان كريمان يستضيفان حوالي 2 مليون لاجئ مع بعضهما، وهذا رقم كبير بالنسبة لسكان البلدين. وكذلك في حالة اليمن، هناك اليمنيون يتجهون إلى جيبوتي، وبضعة ألاف من اللاجئين يؤثرون على هذا البلد. إذن هناك تأثير للاجئين، وهناك تأثير على التجارة وعلى السياحة، وأيضا هناك تبعات على الثقة لدى المستثمرين في المنطقة. لذلك نعتقد أن واحد من المخاطر التي تواجه هذه البلدان حتى لو لم يكن فيها نزاعات هو التأثيرات الانتقالية من النزاعات الدائرة في البلدان المجاورة.
دكتور مسعود، يعني ربما أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت السيدة كريستين لاغارد بالتوقع بأن الهند سيكون من أفضل أداء الأسواق الناشئة هو تراجع أسعار النفط، ولكن هنا الدول الغير مصدرة أو المستوردة للنفط، هل سنشهد هذا الأثار عليها؟ في العالم بأكمله نعتقد أن أسعار النفط الأقل هي تأثير إيجابي للنمو، لأن البلدان التي تستورد النفط عموما وبالتالي توفر نتيجة انخفاض أسعار النفط تنفق أكثر من مدخراتها، بينما الدول المصدرة للنفط صحيح أنها تخسر الإيرادات، ولكن كما رأينا هم قادرون على استعمال مدخرات القديمة للتعويض عن ذلك. وإذا جمعنا الأمرين مع بعضهما، أسعار النفط الأقل تعني أداء أفضل على مستوى اقتصاد العالم. الهند تستورد النفط وبالتالي انخفاض سعر النفط هو دفعة لهذا الاقتصاد، وما نرى في دول عديدة في العالم أن انخفاض سعر النفط هو عامل واحد فقط، وإنما هناك أيضا معدلات النمو لدى الجيران ولا سيما الشركاء التجاريين وكذلك الثقة في سياسات البلاد، وبالتالي بعض البلدان أداؤها جيد وبعض البلدان الأخرى مثل الصين والتي كانت تنمو تقليديا بوتيرة سريعة كاقتصاد ناشئ كبير هذا العام تشهد تباطؤا هذه السنة بسبب بعض القضايا الموجودة في البلاد مثل إعادة موازنة النمو وكذلك نتيجة التعامل مع بعض جوانب القطاع المالي في الصين. دعني أعود من الدول المستوردة للنفط إلى الدول المصدرة وبالأخص الدول الخليجية، هي تقوم بإنفاق حكومي ما زال مرتفعا مقارنة بما يحصل في هذه المنطقة وبالمؤثرات الجانبية وبانخفاض أسعار النفط. برأيك كيف تعكس الحالة الاقتصادية للدول الخليجية مع إنفاق حكومي مرتفع ومع مؤثرات يعني تؤثر على المنطقة ككل؟ أعتقد أن الآفاق الاقتصادية لا زالت إيجابية، والسبب الرئيسي في ذلك هو أنهم يستفيدون من المدخرات الموجودة للمحافظة على مستويات الإنفاق، ولكن كما هو حال الدول المصدرة الأخرى في المنطقة بحاجة ومع مرور الوقت وبشكل تدريجي إلى موازنة إنفاقهم وتخفيضه. التحدي الآخر لجميع الدول المصدرة للنفط في المنطقة هو تنويع الاقتصاد، وهذا يعني تقليل الاعتماد على النفط فقط كمصدر للنمو وكمصدر للدخل وكمصدر للوظائف. والعديد من الدول في المنطقة بما في ذلك دول الخليج حاولت وبطرق عديدة تنويع اقتصاداتها. هنا في الإمارات مثلا هي واحدة من أكثر اقتصادات الخليج تنوعا، ونرى تبعات ذلك من خلال حقيقة أنه على الرغم من انخفاض سعر النفط وضغط هذا الأمر على اقتصاد الإمارات، إلا أن نرى أن الشركات الأخرى مثل اللوجستية والسياحة والنقل والتجارة لا زالت تنمو، وآفاقها تتأثر ليس فقط بسعر النفط وإنما بما يحصل أيضا في النمو في الاقتصادات الكبرى في العالم. إذن وبصورة تدريجية هذه البلاد يجب أن تنوع اقتصادها ونموذجها الاقتصادي وفي الوقت ذاته بأن تخفض إنفاقها. دكتور مسعود، يعني ذكرت نقطة هامة بالنسبة للتنويع بالنسبة لمداخيل الحكومات، ولكن كما ذكرت بأن الإمارات هي من الأكثر اقتصادات تنوعا، مع ذلك العديد من التقارير أشارت بأنه سنشهد تأثير واضح على الدايركت فورن دايركت انفستمنتس اف دي اي الى الإمارات نتيجة ايضا تراجع اسعار النفط. الى اي درجة انتم تعتقدون بأنه بالفعل قد نشهد تراجع في هذه الاستثمارات؟ وارجو باختصار. ما نرى هو أن التباطؤ في سعر النفط يعني بأن هناك استثمارات أقل في القطاع النفطي، ولكن في القطاعات الأخرى لا أرى ذات التباطؤ في الاستثمارات. سوف نرى اهتماما متزايدا بين المستثمرين في القطاعات الأخرى التي تواصل ازدهارها وانتعاشها وإن كان قطاع النفط يشهد تباطؤا. ونشكرك سيد مسعود أحمد، وأنت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور. Thank you. وطبعا مشاهدينا، إغلاقات الأسواق الآسيوية والصين التي تراجعت بأكثر من 4% بعد فاصل قصير.